كلام بزنس مع محمد شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أعزائي مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية، معاكم محمد شمس الدين في برنامج كلام بزنس. أحب أرحب فيكم مرة ثانية في برنامجكم الأسبوعي المهتم بالمال والأعمال وبالبزنس بشكل عام، البرنامج اللي بنستهدف فيه رواد الأعمال وكل أحد عنده فكرة وكل أحد حاب يتجه للعمل الحر وإنه ينطلق فيه. هذا البرنامج بنستهدف أسبوع بنحاول إننا مرة ناخذ أحد رواد الأعمال، ناخذ تجربته، مرة بناخذ رجال أعمال كبار بناخذ تجربتهم، وأيضا بناخذ أحيانا مستشارين بحيث يعطونا من خبرتهم واستشاراتهم في عالم البزنس والأعمال. اليوم معايا الأستاذة رغد الشريف رائدة الأعمال المميزة جدا. أحب أرحب فيك أستاذة رغد. أهلا وسهلا أخي، حياك الله. يعني أول شيء شرفتينا في ألف ألف وفي كلام بزنس، وأرحب فيك مرة ثانية ويعطيك ألف عافية وعلى القوة. الله يعافيك الله يسلمك، بالعكس الشرف لي، وإن شاء الله يكون حوار ممتع نستفيد منه ويستفيد منه المستمعين بحول الله عز وجل. طبعا عنوان حلقتنا اليوم خلينا نسميها الفرق بين الفكرة والتنفيذ. جميل. نعم. وهذا طبعا اللي حكينا أنا وياكي فيه تحت الهواء، فخلينا نحكي من البداية بين يعني نفس الفكرة الأساسية تبع عنوان الحلقة، الفرق بين الفكرة والتنفيذ. كيف نقدر نحول الفكرة المشروع؟ بمعنى كلنا بتجينا أفكار، والأفكار يا كثرها يعني، ولكن فعلاً مش كل فكرة تصير مشروع. صح. فكيف أقدر أحول الفكرة هذه لمشروع؟ زي ما قلت كل أحد تجي له أفكار، ويمكن أنت كمان لاحظت نفسك وكيد الناس اللي قاعدين يسمعوننا الحين، إلا ما يكون واحد منهم جت له فكرة لما نواجه مشكلة سواء صغيرة أو كبيرة. يعني عقل الإنسان سبحان الله دائما يطلع بحلول لما يواجه المشاكل، فتلاقي نفسك تقول طيب ليش ما فكروا أنهم يسوون حل لهذه المشكلة من قبل، طيب ليش ما أنهم يسوونها بالطريقة هذه، وتحاول أنك يعني تفكر بتطوير يا أنه المنتج اوريدي موجود أو أنك تفكر بحل ما قد صار من قبل. صحيح. وفي ناس كثير يعني إلا ما تسمع أنه أحد يجي يقول لك والله جوجل سرقوا فكرتي. جوجل ما سرقوا فكرتك، جوجل يعني كل الناس جتهم هذه الفكرة، بس أنه الفرق أنه جوجل اشتغلوا عليها وأنت ما اشتغلت عليها، عرفت؟ ففي فرق بين أنه لما تجيك الفكرة وتشتغل على الموضوع وبين أنك يعني بس مجرد كذا يعني خاطرة مرت في بالك. صحيح. خلاص وعدت. صحيح. طب كيف أقدر أحول هذه الفكرة؟ بمعنى يعني أقول لك على شغلة، يمكن من واقع الواقع اللي أنا بشوفه، من واقع أن أنا من الناس اللي بتجرب يمكن في أني أبدأ عمل الحر أيضا، الفكرة رغد هي تبدأ فكرة. حلو. يعني لنفرض جدلا، خلينا نبدأ مثلا من الأفكار البسيطة جدا، الجوال أساسه فكرة أن أنا أحتاج أتواصل، أو التلفون بشكل عام أن أنا أتواصل مع شخص بعيد أبتواصل معه بشكل لحظي، مضبوط؟ صح. هذه الفكرة الأساسية. طب لو جيت بطبقها، يعني في الآن لها تطبيقات كثير، فكيف أنا أقدر أخذها من فكرة أقعد كذا أرتبها وأشذبها وأهذبها على قولهم إلين تصير مشروع أقدر أني أنا أجني من خلف ربح؟ أي صح. فإيش الخطوة؟ يعني مثلا لنفرض أنت الآن كرائدة أعمال عندك كم مشروع أو عندك ما شاء الله مشروع شغال عليه، وحتى احكي لي عن مشروعك، إنه بتنتجي، اللي فهمت إنه بتعملي منتوجات معينة وبتبيعيها كريتيل أو كمحل بيع بالتجزئة، صحيح؟ صح. طيب جميل، كيف بدأت الفكرة معاكي؟ كيف قدرت تشذب الفكرة؟ طيب قبل ما أقولك على الفكرة كيف بدأت، خليني شوية أعلق على سؤالك الأول لما قلت إن الواحد كيف يبدأ الشغل على الفكرة. هذا هو. نعم. أحس إن الموضوع هو مو بس يعني هي مو خطوات، يجي الواحد يقول لك مثلا أنت تقدر توزي كذا في البداية، تقدر توزي كذا، هي عوامل كثيرة من كل النواحي، سواء من شخصية الإنسان، سواء من طريقة التفكير، من البيئة اللي حوالينك، طبيعة عملك. يعني في ناس تلاقي أنهم ما يحتاجون أن أحد يجي يعطيهم دفعة أنهم يشتغلون، تلاقي هو بنفسه قام وسوى حطه. في ناس لا،
ما يقدر يحط رجله على الطريق ولا ياخذ اول خطوه الا لما يكون في احد وراه اللي يلا سوي اعمل موتيفيشن. ايه فهو يعتمد هو على حسب معرفتك انت بنفسك. يعني انت يعني المفروض ان تكون يعني اكثر انسان واعي بنفسك وبقدراتك وبانت ايش تحتاج. صحيح. ما في احد يقدر يجي يساعدك اذا انت ما قررت هذا القرار مع نفسك في البدايه، وبعدين تشتغل عليها من كل النواحي. يعني ما تجي تقول اوكي هذه الفكره ابغى اشتغل عليها وببدا شغل وانت اوريدي عندك في حياتك اشياء ملخبطه مره كثير. صحيح. يعني هي يبغى لها ترتيب من كل الالمنت اللي حوالينك في حياتك. العوامل اللي موجوده. نعم. العوامل اللي حوالينك لازم تكون كلها مرتبه. يعني تكون حياتك ملخبطه ومكركبه وحياتها حاله وتجي تقول ابغى ابدا مشروع، صعب. ما راح يكمل وراح يكون مره صعب عليك. فإيه يعني هي يبغى لها كذا تجيها من كل النواحي. بالنسبة لي وبدايتي طبعا جتني الفكرة في 2013. ما شاء الله. نتكلم خمس سنين الآن. إيه فترة طويلة. نعم. معلش أخوان. ولا يهمك. جتني الفكرة لما لاحظت مشكلة يعاني منها عدد كبير من الناس. وبعدين بديت أنه أتساءل طيب في أحد فكر بحل المشكلة من قبل؟ وبعدين بديت بالبحث، بديت أسوي ريسيرش أشوف إيش في حلول موجودة في السوق، وفعلا لقيت حلول مرة كثيرة. وبعدين بدأت الخطوات أني أدرس كل منتج موجود في السوق وأشوف العيوب وأبدأ أطور أشوف، ويعني بنيت المنتج على أربعة يعني عناصر طلعت منها من البحث والدراسة اللي صارت في البداية. يعني نقدر نقول الماذا، بس نقدر نقول إن اللي عملتيه هذا، خلينا نحطه مثلا بترمز أو بمصطلحات علمية، خلينا نقول إنهم اللي عملتيه دراسة سوق تقريبا. جميل جدا. طيب تفضلي. إيه فبعدها بس بديت تصميم، وأنا إنسانة مرة أؤمن بالتعليم الذاتي. جميل. السلف ليرنينج بالذات في وقتنا الحالي، يعني أي معلومة تبغاها is one click away. بالضبط. هي بعيدة عنك عن ضغطة، كل اللي تحتاج تخشها على جوجل وابحث يطلع لك كل شيء أنت إيش تبغى تتعلم عنه. إن شاء الله لو يعني كذا فجأة طرف بالك تبغى تتعلم عن فيزياء الكم، صحيح، كوانتم فيزيكس، كل شيء، تبغى فيديوهات، تبغى أرتكل، تبغى دروس أونلاين، كل شيء موجود وبلاش. صحيح. ما تدفع فيه ولا شيء، كل شيء أنت بس يعني أطلب الشيء ويطلع لك على طول. فإحنا في وقت أنك أنت تتوجه للتعليم الذاتي بيكون أنسب يعني شيء ممكن تسويه عشان تطور نفسك. جميل. سواء أي مشروع كنت حاب تبغى تبدأ فيه، أي فكرة اللي هو بيكون مرة سهل عليك. بالنسبة لي أنا كان الموضوع في تصميم منتجات، فقعدت أقرأ عن أنه كيف يسمونها من إندستريال ديزاين، كيف يبدون في التصميم، إيش الأشياء اللي يحتاجونها، إيش الأشياء الأساسية لتصميم المنتج. بدأت تعلمي حالك. أي بالضبط. جميل. كانت هذه أول تجربة لي في البزنس، يعني أنا ما قد أنا أصلاً دراستي جرافيك ديزاين، أنا ما درست بزنس، فكمان مليونير. بالضبط. العالم اللي صنعت نفسها من الصفر. نعم. نفسها من الصفر. يعني ترى هم زينهم ما في فرق. صحيح. يعني عندهم نفس المخ، نفس القدرات، نفس كل شيء. كيف هم قدروا يبنون نفسهم واحنا ما يعني اللي ما خطينا هذه الخطوة ولا قدرنا انه الى الان نصير نكون يعني راس مال حلو نبدا شغل وكذا. يعني فعلياً القصص هذه للناس اللي صنعت نفسها خلينا نقول من الصفر توضح إن أنت كل اللي تحتاجه فكرة مبدئية واشتغل عليها. الشغلات اللي أنت ذكرتيها زي إنك تعلم حالك أو التعليم الذاتي لازم تتعب على نفسك. إيه صحيح. وهذه فكرة يمكن يفقدها كثير من الناس، أو هذه المهمة يفقدها كثير من الناس، إن تحتاج الحاجة يقول لك والله ما أعرف، والله طب تعلم عشان تعرف. وغير انه والله ما اعرف، الناس صاير يجيهم ملل بسرعه. صحيح. يعني بسبه السوشيال ميديا والانترتينمنت اللي قاعد يصير، الافلام، المسلسلات، الدنيا، الطلعات، هذا تسارع نمط الحياه بشكل عام اصلا. في مغريات برا في الحياه كثيره. يعني لو انه قاعد مثلا
شد على نفسه وقال أوكي أنا أبغى أطور نفسي، أبغى أبدأ شغل، أبغى أقرأ، تلاقي يقعد مثلا 5 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة يا على الكمبيوتر يا على الكتب، والتلقى من صحيح يعني ما يعني قال خلاص طيب أوكي خلاص بكرة بكمل، ولا الأسبوع الجاي ببدأ، ولا مدري إيش، فتلقاي قاعد يأجل. فهي زي ما قلت لك في البداية، هي مجموعة عناصر لازم تتجمع في الواحد، لازم قوة إرادة، لازم تكون صحيح. شخصية كده جاهزة أن أنت تبدأ شغل، لأن لو أنت ما ضغطت على نفسك هي طبعا متعبة في البداية. نعم. فترة التأسيس هي أكثر فترة يعني تأخذ من جهدك ووقتك مرة كثير، عادي تنسى تاكل، عادي تنسى تنام، من كثر ما أن أنت كده تحس أنك غايص في الشغل. فلو ما كان عندك هذا الشغف اللي في البداية ما راح تقدر تشد على نفسك ولا راح تقدر أنك تكمل. طب خليني أنا يعني الآن إحنا راح نطلع فاصل، لكن أبغى أسأل سؤال. الآن فكرة التأسيس أو البداية أو مرحلة التأسيس هي فعلا كما يقال، يعني أنت من الناس من تجربتك الشخصية، بالنسبة لك فترة التأسيس هي فعلا الفترة الأصعب والأكثر تحديا؟ جدا. طيب جميل، أنت قاعد تتكلم عن أحد ما عنده يعني الأغلب يكونون في هذه الفترة ما عندهم رأس مال، صحيح، ما عندهم سبورت، ما عندهم ولا شيء، فأنت مع نفسك، صح، طيب كل شيء مع نفسك. جميل جدا. طيب رغد راح نطلع فاصل سريع، وأبغى نبغى نرجع لما أرجع نحكي بشكل أكثر على مسألة مرحلة التأسيس بالذات من تجربتك الخاصة. أحبائي المستمعين، بنطلع فاصل سريع وراجعين معاكم في كلام بزنس. كلام بزنس مع محمد شمس الدين. ورجعنا لكم أحبائي المستمعين في برنامج كلام بزنس، ولا زالت معي ضيفتي رائدة الأعمال الناجحة فعلا الأستاذة رغد الشريف. أرحب فيك مرة ثانية رغد. أهلا وسهلا أخوي، حياك. كنا نحكي قبل الفاصل على مسألة مرحلة التأسيس، وكيف هل فعلا ومن تجربتك الخاصة كان هي فعلا أصعب مرحلة وليش؟ جداً. خلينا نعرف ليش، واحكي لي تجربتك في الموضوع هذا. المرحلة هذه مرة صعبة جدا، لأن مرحلة التأسيس زي ما قلت لك قبل الفاصل، أنت مع يعني في الغالب ما يكون عندك رأس مال، ما في سبورت، ما في دعم، ما في ثقة، أنت ما أنت عارف أنت إيش قاعد تسوي، ولا أنت عارف إيش بيصير، فهي يعني مغامرة. نعم. تحتاج يعني أنك تقوي قلبك فيها، يعني تدعم نفسك قد ما تقدر معنويا عشان تعدي المرحلة هذه. فبتصير فيها أغلاط مرة كثير، بس حلوة لأن أنت لسه في على قولتهم لسه في الظلام، ما حد داري عنك، تغلط ترجع تصلح، تغلط تصلح، ما حد درى عنك. بس الأغلاط هذه ما تكون مكلفة؟ جدا جدا جدا. يعني مثلا في بدايتي كان عندي تواصل بالإيميلات بس مع مصانع في الصين، ما رحت ولت يعني قابلتهم، وزي كأني اللي قلت أنه لازم أقوي قلبي وخلاص، يعني هذا المصنع اللي قلت أنه كويس، خليني أبدأ أتعامل معهم، وحولت لهم المبالغ كاملة، وجتني أول كمية مضروبة، وتقريبا المبالغ 60,000 ريال راحت كذا. والله هذا يعتبر يعني خطوة على وراء هذه، لأن مبلغ مش سهل. نعم. أخرتني سنة كاملة، يعني قعدت يعني أتشافى من اللي صار، يعني عاطفيا وماليا ماديا كمان من الشيء اللي صار. فلا بالعكس تصير أشياء زي كذا مرة كثيرة، وأحس الشيء اللي خلاني أنا طبعا كنت موظفة في هذيك الفترة. نعم. وكنت بديت من المدخرات الشخصية. نعم. فبعد ما حولت آخر دفعة للمصنع ووصلتني الكمية مضروبة. طبعا يعني اللي كل أحد ليش ومدري إيش، وكما كان المفروض أنك تسوين كذا، ويعني زي جاني زي الإحباط. نعم. بس كانت هذه أول تجربة لي في عالم التجارة. أي. فقلت لو أني رجعت للوظيفة مستحيل أني أرجع أبدأ شيء يعني شغل لنفسي، لأنه بتصير عندي زي ردة فعل سلبية على الموضوع. فقلت زي كأني بصدم نفسي كمان زيادة وبستقيل.
فاستقلت في هذيك الفترة. واو يعني إيه؟ الآن أنت أخذتي صدمة صدمتين وكمان استقلتي. أوكي إيه واستقلت. طيب وش حصل؟ نعم لما استقلت زي كأني أخذت عهد على نفسي أنه بحاول قد ما أقدر أن أخلي هذا الشيء اللي أنا بديت فيه أنه ينجح. جميل. قعدت سنة كاملة أشتغل فريلانس، أخذ مشاريع تصاميم كحرة كذا زي عمل حر. نعم. نعم. ولأني جرافيك ديزاينر فأسوي لوجوات، أسوي ايدنتيتي زي الهوية للمطاعم كذا يعني محلات. اللي بعد سنة جمعت مبلغ يعني اللي كويس. جميل. وفي هذه السنة كمان طورت من الشغل، طورت من المنتج، وجيت للوالد وقلت له أنه أنا هذه المرة لازم أروح الصين بنفسي ولازم أشوف المصانع هناك وما أسوي نفس الغلطة اللي سويتها قبل سنة يعني. جميل. فأنت بالنسبة لك من الشغل يعني الجميل صراحة من اللي أنت بتحكي أنك أنت صبرتي سنة كاملة، وهذا يخليني أرجع يعني في لموضوع دائما أذكره في برنامج كلام بيزنس، إنه في البدايات أهم صفة تحتاج إنك تتحلى بيها الصبر. صح. إنك تكون صبور جدا وجدا وجدا وتوقع دائما الأسوأ. يعني مثلا زي اللي حصل معاك إنه أنت دفعتي مبلغ مش سهل، بالعكس مبلغ كبير جدا وربما يكون هو رأس مالك كامل كان أعتقد ولا؟ أو جزء كبير. كان مدخراتي الشخصية من كم كنت أشتغل 5 سنوات. أي. إيه. فكانت 60,000 هذه مثلا يعني من أكبر جزء من المدخرات إذا ما كانت يعني هي كلها. كلها إيه. جميل. فلما أنت أخذتي هذه خلينا نقول إحنا زي ما نقول بالعامي كل دقة بتعليمة. إيه. فجيد أنت طلعت الصين بحيث إنك أنت تشرفي بشكل شخصي. إذا صح يعني التعبير لازم أتأكد من مصداقية المصنع، لازم أتأكد من حتى طريقة شغلهم هم هناك. يعني في مصانع كثير يستخدمون الأطفال في المصنع، تلاقيهم يعني كذا حاطينهم في مكان ورا ويخلوهم يشتغلون اللي هم يكونون أندر إيد. كانت هذه أشياء كثير لازم الواحد يحطها في باله قبل ما يدخل في أي يعني عقد مع مصانع هناك في الصين. جميل جميل. وزي ما قلت أنت الصبر، الصبر شيء مرة مرة مهم. يعني أنصدم كثير من شبابنا وبناتنا اللي كنتوهم بعدين شغل ويقولون والله للحين ما صار شيء. ما طيب إيش توك بادي يعني ما صار لك سنة في الشغل، كيف تبغى الشيء يعني بسرعة كذا فجأة يصير؟ صحيح. يبغى لها طولة بال، مرة يبغى لها طولة بال. والناس اللي على يعني يفكرون أن النجاح يصير بين يوم وليلة، وهو غلط هذا الشيء مرة. غلط. صحيح. النجاح يحتاج بجانبه عشان توصل له، تحتاج أنك تفشل أعتقد أول مرة عشان تعرف كيف توصل للنجاح. يعني بعدين في كثير من الشباب أو رواد الأعمال أو اللي يبغوا يبدأوا أعمالهم الحرة، الطريق خلينا نقول الآن يعني حتى وأنت متأكد أنك تتفقي معاي، الطريق ليست معبدة، الطريق ليست ميسرة، لا هي للأمانة هي صعبة وهي تحتاج للكثير من الجهد. وهذا ينقلني لسؤال مهم، إيش الفرق بين العالم اللي بس تملك أفكار بدون عمل والعالم اللي تعمل على الأفكار؟ يعني عندنا دائما نوعين. حلو. واحد 24 ساعة عنده أفكار وزعلان إنه يقول لك يا أخي أفكاري هذه ما هي راضي أفكاري. إيه. طب أنت ما اشتغلت حتى عليه. وفي عالم على فكرة تشتغل مع الأفكار وفي عالم تشتغل بدون أفكار. صح. إيه بالضبط. فأنت قد واجهتي مثلا خلينا نقول أناس بهذه الطريقة، وإيش الحلول أو الحل الأمثل خلينا نقول أو الطريقة الأمثل للتعامل مع الأفكار هذه اللي بتجينا؟ ترى عادي مرة طبيعي. يعني أنا كنت واحدة من هذول الناس في يوم من الأيام، كنت يعني إنسانة عادي بس تجيني أفكار، وتجيني أفكار مرة كثير وعلى طول الوقت، بس أنها بس كذا تعدي تمر قدامي كذا زي مرور الكرام، ما في أي شغل عليها، ما في أي أكشن، ما في ولا شيء. زي ما قلت لك هو يعتمد على شخصية الإنسان. نعم. يعني العوام، طريقة استثمارك في وقتك في اليوم، طريقة تفكيرك، الأشياء، اهتماماتك في الحياة كلها تأثر عليك. يعني أنا لما كنت في يوم من الأيام أكبر اهتمامي إني بس مثلا إيش بسوي اليوم، وين بطلع، وين بروح، إيش بكلم مين من البنات، بشوف إيش لهذا، ما كان لما تجيني الأفكار تعدي من قدامي ولا لها أي
يعني اتخذ قرار ولا أي تصرف. نعم. لكن لما بدأت تتغير حياتي وبدأت كذا اللي شوية أحدد أهدافي، أرسم خطة كبيرة، يعني أبدأ ألتفت لاستثمار الوقت عندي. يعني كلنا بنطلع من هذه الحياة، طيب بنطلع إيش بنترك ورانا؟ يعني بديت شوية تجيني أسئلة إنه إيش عملت؟ إيش بترك؟ إيش سويت في حياتي؟ لما جتني هذه الأسئلة بديت شوية أغير من طريقة حياتي، ولما تغيرت طريقة حياتي سبحان الله جتني هذه الفكرة، وجت في الوقت المناسب، جت في وقت أنا مستعدة إني أنا أشتغل عليها. لأني كنت يعني بطريقة تفكير بأسلوب حياة باستثمار وقت كله جاهز أي. يعني أنا أبدأ أشتغل عليه، لكن لما لو أنها جتني وأنا لسه بتفكير القديم ما كان حصل شيء، بروتيني اليوم العادي وظيفة شغل طلعة كذا بس، ما كان أصلا صار فيها أي شيء. صحيح. عدت زيها زي غيرها، زي ما قلت لك أنه هو يعني على حسب الشخص، لازم يكون يستثمر وقته صح. الناس اللي تكون كذا عندها خطة واضحة محددة أهدافها، تقول أنه أنا بطلع من الحياة تاركة شيء وراي، يعني عود على مو بس نفسي، عدت على أهلي، على مجتمعي، على ديني، كله بالخير، خلاص يعني الخطة واضحة قدامه. تعرفي رغد، المشكلة أن كثير من الناس بدأ يعتقد أن الكلام اللي قاعدين نقوله، مثلا أن يكون عندك أهداف، أنك تخطط للوصول لهذه الأهداف، يعتقد أنه هذا كلام تنظيري أو كلام مثالي مش موجود على الحياة الواقعية، أو أنتوا بتكبروا من المسألة. لا لا لا، وفي نفس الوقت هي المسألة مش ورقة وقلم، هي على الأقل تكون موجودة عندك في يعني في مخك، موجودة أنه لا أنا أحتاج أن يكون عندي هدف، أعرف إيش هذا الهدف وأبدأ أشتغل عليه. وعلى طار الشغل، يعني في مقولة أو دائما تنقال أو سمعة خلينا نقول على رواد الأعمال، يقول إن رواد الأعمال لا ينامون. صحيح؟ والله سيدم في البداية كانت فترات مرة كثيرة، ما يعني تلاقي نفسك دايم في نص الليل فجأة كذا تذكرت شيء وتبغى تكمل شغل عليه، لأنه خلاص صار هاجس. يعني الشغل بدايته زي كأنك بداخل مرحلة جديدة في حياتك. ممكن أقدر أشبهها بالأم والولد. أي. يعني الأم لما يكون عندها طفل تلاقيها كذا تفكيرها طول الوقت عليه، حتى لما تطلع بطلعة تلاقي حتى الأغراض اللي تمر عليها تقول أوكي هذا ينفع له، هذا لا، هذا كذا، خلاص صار في داخل في سيستم التفكير حقها 24 ساعة. فهو نفس الشيء، خلاص يصير هاجس عندك تفكر فيه طول الوقت، صاحي نايم تاكل كله في طول الوقت أنت تفكر فيه. صحيح. وبالنسبة لموضوع الأهداف، أنا دائما أقول أوكي حلو أن الواحد يكون عنده هدف كبير ويعني كذا هذا الألتمت دريم على قولتهم، بس هذا الهدف الكبير لا يصير الهدف اللي أنت متعلق فيه يوميا. ليش؟ لأن الهدف الكبير عادة يحتاج إلى سنوات أنك أنت توصل له، لأنه هو هدف مرة كبير. فلمن يكون نظرتك اليومية على هذا الهدف الكبير يصير يحبطك أكثر من أنه يشجعك. فأنت نقسم الأهداف يعني؟ هلا؟ مقصدك أنه نقسم الأهداف؟ بالضبط. يعني هو حلو يكون عندك هذا الهدف الكبير، بس إذا ركزت عليه يوميا راح يحبطك، لأن طريقة التنفيذ حقت الهدف هذه راح تاخذ منك سنين. فتلاقي نفسك يوم عن يوم تقول أوف متى أوصل، خلاص تعبت. طيب أستاذ رغد، أنا صراحة نحتاج نرجع نحكي في هذا الموضوع تحديدا، ولكن بنطلع فاصل نسمع فيه أذان الظهر وبنرجع، خليكم معنا على السماع أعزائي المستمعين. كلام بيزنس مع محمد شمس الدين، ورجعنا لكم حبايبنا المستمعين بعد أن استمعنا لأذان الظهر بتوقيت مكة المكرمة. ولازلنا في برنامج كلام بيزنس، ولا زالت معاي ضيفتي الأستاذة رغد الشريف رائدة الأعمال الناجحة. رحب فيك مرة ثانية أستاذة رغد. أهلا وسهلا، حياك الله. طبعا كنا نحكي قبل الفاصل وكان في كلام جميل جدا قاعد تذكريه على مسألة الهدف الكبير، وكيف إنه لا يصير الهاجس اليومي لأنه راح يصير مؤرق أكثر من كونه حافز. فعلا. فالحل إنه نرجع ونقسم الأهداف، نخليها أهداف خلينا نقول قصيرة المدى. لازم ضروري لأن هي بتعطيك حافز.
سبحان الله عقل الإنسان يشتغل بهذه الطريقة. تلاقي أن التاسكس اللي عند يعني اللي داخل عقل الإنسان كلها قصيرة فعلا، تخلص المهام الموجودة في الدقائق الجاية، في الساعة الجاية كذا. فأحس إذا أحد يبغى صدق يغير من نفسه ويطور من نفسه لازم يفهم عقله كيف قاعد يعمل. جميل. لأن عقل الإنسان يعني تركيبة يعني معقدة جدا. إذا أنت ما غصت كذا في عقلك وعرفت كيف الشيء اللي يمشي معاك بسهولة، كيف الشيء اللي ما تقدر تمشي معاه، مستحيل أنك تقدر تطور من نفسك وتغير من نفسك. جميل. الأهداف القصيرة مرة مهمة، لأن تخيل نفسك يكون عندك لستة من الأهداف، اللي يخلص في أسبوع، اللي يخلص في يوم، اللي يخلص في يومين، ثلاث أيام، تلاقي نفسك أوتوماتيك الوقت حقك قاعد يترتب بطريقة صحيحة. يعني أول ما تدي تبدأ يومك خلاص أوكي أنا عندي هذا أقدر أبدأ فيه لأنه بيخلص بسرعة، تخلص وتلقى نفسك قاعد تشوف كمان اللي بعده بيحتاج أسبوع إنه يخلص وتشتغل عليه، لأنه خلاص وقتك ترتب لأن الأهداف قصيرة، راح تحس إنك منجز أكثر. بالضبط. نعم. إنجازك راح يكون قصير، راح يكون بطريقة مرة يعني فاعليته مرة عالية، وتلاقي فيك نشاط في الشغل. طيب يلا what's next، تبغى تشتغل إيش بعد كذا؟ صحيح. نعم. بالضبط. أما تخيل نفسك لو كانت لستة الأهداف اللي عندك اللي يحتاج لها مثلا شهر، اللي يحتاج لها مثلا ثلاثة شهور، سنة عشان يخلص، تلاقي نفسك قاعد كذا بس قاعد تتأمل في وتتثاقلها وتقولي أي الله حلني متى أنا بخلص هذه اللستة، ومتى ببدأ، ومتى خلاص بكرة يعني الأسبوع الجاي لسه باقي وقت. صادقة صادقة. نفسك كذا قاعد تكسل وقاعد تضيع وقتك على الفاضي، وتقول لا لسه في وقت، ولما نيجي خلاص على الحفة ما أنجزت أي شيء. ضغطت نفسك. بالضبط. نفسك وطلعت الشغل ثلاث أرباعه غلط لأنه ما في تركيز. فيعني طب خلينا نسأل سؤال رغد الآن. إحنا قاعدين نقول اشتغل اعمل شغلك، طب هل فعليا بدء مشروع يحتاج عمل وجهد فقط، ولا هل ممكن يكون في هناك طرق مختصرة؟ طبعا في طرق مختصرة. يقول لك اللي أنت تحتاج عشان تبغى عشان تبدأ الشغل أقل بكثير من اللي أنت قاعد تتخيله في راسك. سبحان الله عقل الإنسان يعني مخلوق كذا بطريقة معينة. إنك أنت عطينا روتين إحنا نشتغل عليه، أي شيء جديد بيجي يبدأ عقل الإنسان يضخمه، يعني يسوي لك مخاوف، لا مرة صعب ما تقدر وما أدري إيش، لأنه هذا بحكم دفاعية مخ الإنسان. نعم. بالضبط. بالضبط. لأنه هو ما تعود على هذا النظام اللي كان مرتاح على الروتين اللي هو كان مشتغل عليه من قبل. نعم. فمرة طبيعي لما تلاقي نفسك بادي أنك أنت شوية تكسر الروتين، تقول لا طيب ليش ما أجرب في الشيء الجديد هذا، تبدأ المخاوف، يبدأ التضخيم، لا عمي يبغالك راس مال مليون ومدري كم، يبغالك مدري إيش، لا مين قال يبغالك راس مال كبير، مين قال أنك أنت تحتاج كل هذه المكاين مثلا، ولا كل هذه المكاتب، ولا كل هذه الدنيا. ترى يعني أغلب الشركات اللي هي الحين مسيطرة على العالم كلها بدت في الدراج. يعني أنت تدعمي فكرة شيء ممكن، يعني أنت تدعمي الفكرة اللي هي المعروفة، مش المعروفة أو اللي هي المفروض إن إحنا نخليها تصير معروفة، أعتقد اللي هي ابدأ صغير وانتهي كبير. إيه، لأنه في البداية زي ما قلت لك أنت قاعد مخك قاعد يضخم الأشياء، فأنت لازم يعني تبسط الأمور على نفسك وتقول أنا ببدأ بأقل ما يمكن، بأقل ما يمكن، لأن أنت في البداية ما أنت عارف، ما أنت متأكد من يعني نجاح المشروع. يعني أنك أنت أشوف ناس مرة كثير يقولون لا إحنا قاعدين ندور مثلا سيد فندنج، نبغى نبدأ مثلا بثلاثة مليون، نبغى نبدأ بأربعة مليون. طيب ما عندي مشكلة لما يكون المشروع مثلا فكرته مثبتة من قبل وناجحة، ما عندك مشكلة. لكن أنا قاعدة أتكلم عن الناس اللي عندهم innovation، الاختراع جديد، ابتكار جديد. نعم. في هذا لا بالعكس، ابدأ صغير، اختبر السوق، شوف الموضوع كيف. جميل. لا تضخم أبدا، لا تكبر الموضوع على نفسك، ابدأ بأقل شيء ممكن.
طيب جميل. وكثير لما مثلا تسمع انه في افكار يا اخي سو فكره تغير العالم، ردت فعل الناس مره سلبيه على الموضوع، الله اكبر نغير العالم ايش دعوه ومدري ايش، اللي عندهم ذي كأن فكرة تغيير العالم هذا شيء كأنه مستحيل، وهذه مشكلة والله فعلا يصير. وكلام طيب واقعي. مثال بسيط على فكرة غيرت العالم، موقع يوتيوب. ايش موقع يوتيوب؟ صحيح مجرد موقع مجرد موقع فيديوهات. مرفوع عليه فيديوهات فقط لا غير، غير صح. العالم ولا ما غير العالم فعلا صحيح. نسبة الناس اللي طالع تلفزيون قلت كثير مرة بسبب يوتيوب، البزنس كله اختلف يعني صار ناس دخلهم ولقمة عيشهم الأساسية عن طريق فيديوهات اليوتيوب. يوتيوب نعم. كيف بدأ؟ 3 أشخاص كانوا طالعين كانوا يبغون يسوون زي يدورون فيديو لإيفنت معين كان مشهور في هذاك الوقت وما لقيوا الفيديو، ومن هنا بدأت الفكرة. جميل. غير طيب هذا اللي غير العالم، فكرة إنه بس موقع يسوي فيديوهات، ليش مستصعبين الموضوع؟ بالضبط. هي يعني خلينا نوضح شغلة هنا عن طريق ألف ألف من برنامج كلام بزنس. الفكرة اللي تعتقد إنها ربما خلينا نقول مش صحيحة أو 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 تافهة أو الناس ممكن تسفه لك إياها، طيب لا 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 لا، أنت ابدأ فكرتك، كل اللي تحتاج إنك تشذبها وتهذبها بالشكل المناسب والكافي وتشتغل عليها وتشتغل عليها فعلا. وإن لقيت طرق مختصرة، إذا جينا نبغى نقول طرق مختصرة، الطرق المختصرة موجودة، أهم شيء إنك ما تعتمد عليها. صحيح. فجميل أستاذ رغد، إحنا بنطلع فاصل سريع جدا وراجعين، خليكم معانا أعزائي المستمعين على السمع. كلام بزنس مع محمد شمس الدين، ورجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامج كلام بزنس، ولا زالت معي ضيفتي الأستاذة رغد الشريف، رائدة الأعمال المتفوقة وذات الروح العالية ما شاء الله تبارك الله. أرحب فيك مرة ثانية أستاذة رغد. سهلة حياك الله. أول شيء أنا أحب أحييك على روحك العالية والفكر الجميل اللي أنت قاعدة تقدميه يعني بتمارسيه في حياتك بشكل جيد. طب خلينا ننتقل لحاجة ثانية الآن، أنت تقدمي منتجات كل فترة أخرى صحيح؟ تقريبا. طيب جميل جدا. الآن احنا يعني يمكن الناس اللي في البزنس واللي يعرف البزنس يعرف ان المنتج النهائي هو الصورة اللي بياخذها العميل، خلينا نقول حلو. طب قبل ما خلاص المنتج وصل للعميل في شغل كثير بيصير حلو. صحيح. فانت قبل ما تقدمي او تعرضي منتج جديد، ايش هل في خطوات معينة او بروسيس معين او عملية معينة بتمشي عليها؟ هل في كريتيريا أو مواصفات معينة بتمشي عليها قبل ما يطلع هذا المنتج؟ الخطوات هذه إيش بالنسبة لك أو إيش بالضبط اللي أنت بتقومي به قبل ما تقدم المنتج الخاص فيك؟ هي الخطوات مرة سهلة وواضحة. نعم. يعني أتوقع أنها تنطبق على أي شيء في الحياة. نعم. تبدأ أول شيء خاطرة تمر في بالك فكرة المنتج، بعدين تطلع من مرحلة أنها فكرة إلى البحث. في ناس يقولون البحث والتطوير. البحث شيء والتطوير شيء ثاني، ما تقدر تقول البحث والتطوير مع بعض، صعب. صحيح. تبدأ في البحث. البحث ينقسم لعدة أقسام. البحث في فكرة المنتج نفسه، البحث في المنتجات اللي من شبيهة للمنتج هذا اللي هو السوق. بالضبط. والبحث في التاريخ. طبعا ما في شيء اسمه اختراع. يعني احنا وصلنا لزمن الاختراعات كانت قبل سنين مرة طويلة، احنا في عصر ابتكارات. بالضبط. لأنه ما تقدر تيجي تقول ان هذا جديد ما قد صار من قبل، كل شيء صار من قبل، انت بس قاعد تطور فيه، قاعد تجيب الطريقة الجديدة، فهو احنا في عصر الابتكار، عصر الاختراعات قبل. احنا عصر فعلا، وهذه الفكره اللي كثير يعني يمكن عندهم لبس او غلط فيها. احنا مش ما بنكتشف شيء جديد، ولا احد بالضبط. بيطالبك انك تيجي بشيء اخترعته جديد، او عفوا شيء جديد لم يكن موجود. لا، هي الان الذكاء ان شيء موجود تنقله تماما لحاجه مختلفه. فعلا هو تطوير. نعم. كثير اسمع ناس يقولون هذا المخترع والمخترع، ما ينفع كلمه مخترع ومخترعه خلاص
صراحة المفروض ابتكار، احنا في عصر الابتكار الآن. جميل. فبس تبدأ في البحث عن في التاريخ، كيف ايش الاشياء اللي صارت قبل، ايش التطورات هذا. طبعا البحث هذا هو تقريبا اساس المشروع. كل ما كان البحث عميق وفي كل متشعب في كل العناصر اللي تدخل في المنتج نفسه، كل ما طلع المنتج بصوره اقوى. عظيم. لان هذا البحث ما راح يستخدم بس في صنع المنتج، هو كمان راح يكون يحدد هوية المنتج، يحدد الشكل النهائي حتى الباكج اللي هو التغليف. نعم. التغليف للمنتج، الدعايات اللي راح تجي عليه، بتمسك أي خط، فهو له تأثير في كل عناصر المنتج اللي راح تطلع في الأخير، حتى الصورة النهائية فعلا اللي راح يظهر بها المنتج. نعم. كل شيء حتى أسبوع، حتى شخصية الناس اللي المفروض يتكلمون عن المنتج راح تبين من هذا البحث. عرفت؟ صحيح. لأنها كذا يعني اللي لازم يكون شيء مرة عميق. وفي ناس يقولون لك يلا مر يوم أنا خلصت بحث. كيف خلصت بحث؟ مستحيل. يأخذ شهور. نعم. يأخذ شهور من الشغل يعني. يعني أماكن مختلفة، كتب، أونلاين، تضطر مرات إنك تروح تسافر، تقابل ناس مثلاً قد اشتغلوا وسووا بحثات في هذا المجال، تأخذ منهم من خبرتهم كذا. يعني هي مرحلة طويلة وتحتاج تركيز جداً عالي. بعد البحث يجي التطوير كذا، إنه يكون زي كأننا رسمنا معالم مبدئية للمنتج كيف بيكون شكله. جميل. والتكنولوجي اللي بتكون فيه، بعدين يبدأ تطوير المنتج والاختبار حق المنتج، وبعدين تسجيل المنتج كعلامة تجارية، كنموذج صناعي، وبعدين خلاص يبدأ التصنيع والتوزيع. جميل جدا. فهذه بالنسبة لك الخطوات اللي أنت بتتبعيها لما تبي تطرحي منتج جديد في السوق. جميل جدا. أنا الحكي اللي كنا نحكي فيه على مسألة الشهور من الباحث وكذا، وكيف الناس ممكن تخلص فجأة، تقول لك والله في يوم واحد ولا في شهر وخلاص انتهينا، وإن لازم لابد إنك تسافر، لابد إنك كذا، الشغلات هذه كلها والجهد هذا كله اللي أنت لابد إنك تبذله، ترى هو الناس تقول لك طب أنا هذا كل الجهد أنا بذلته، كل العمل هذا أنا عملته، طب هل النتيجة راح تكون مرضية؟ هل أنا النتيجة مضمونة؟ شوف، احنا نعرف كلنا المخاطره في السوق، صحيح؟ صح. فيمكن خلينا نوضح، انت من وجهه نظرك المخاطره هي اساسيه، لازم انها تكون موجوده، لازم. ما ادري اذا انت مر عليك اسم مارك كيوبن. انا انسان مره احب مارك كيوبن. مارك كيوبن هو سيلف ميد بليونير. نعم. بدا من التلحيق الين صار بليونير. طيب. جميل. فهو اللي تلقاه دائما على لسانه يقول انا اي ام ذا لاكيست بيرسون اون ايرث، يحس انه هو الاكثر حظا، محبوب في العالم. نعم. الاكثر حظا في العالم. كان يسالوني يقولوا لي طيب انت تعبت واشتغلت وكذا، هو يحس انه الحظ يلعب دور مره كبير. يعني اوكي مو مره كبير، بس انه بنفس المستوى حق التعب. اوكي الواحد مرات بيتعب بيسوي بس انها ما تنجح معاه الفكره. لا، الحظ له دخل، له دخل يعني بطريقه او باخرى، له دخل الحظ. ومرات سبحان الله أنت تكون تتعب بس ما أنت في المكان الصح اللي يناسبك أنت كشخص. مو يمكن تحتاج أنك تمر بكذا تجربة إلين يعني تضبط معك. عرفت؟ والله ربما من رأيي يعني رغد، إن اللي إحنا بنسويه أو اللي بيصير في البزنس بشكل عام، أو لابد الناس اللي تبغى تبدأ مشروعها الخاص إنها تعمله، إنها تحاول تقلل نسبة المخاطرة هذه قدر المستطاع، لكن هي موجودة في الأخير. أنت لابد أنك تقفز. لا بالعكس، كبر المخاطرة لا تقللها. وفي ناس يجي يقول لك أنا أبغى أدخل في هذا البزنس، وأنت تعرفه شخصيا شخصيته ما تناسب المشروع. أي. لازم زي ما قلت لك في أول ما بدينا نتكلم، الواحد لازم يكون واعي بذاته. جميل. واعي بالشيء اللي يناسبه هو، لأنه مو ترى إذا أن المشروع نجح مع غيرك هذا مو معناته أن أنت كمان تقدر تبدأ نفس المشروع وينجح معك. صحيح. سبحان الله، رب العالمين خلق الإنسان بملكة. الإنسان له ملكة. في ناس يعيشون في هذه الحياة خلاص يعدي الحياة ويموت وهو ما اكتشف هو إيش الملكة اللي رب العالمين حطها فيه، وما همه عادي خلاص بس كذا أنا جاي أشتغل وأكرف وأموت وخلاص الحمد لله على العافية.
لكن في ناس لا تقول له أنا أبغى أكتشف رب العالمين خلقني في هذه الحياة ليش؟ أكيد في شيء أنا يعني بارع فيه أكثر من غيري، ويحاول جهده في حياته كاملة إنه هو يكتشف هذه الملكة. صحيح. هذه الملكة إذا اكتشفتها أنت نجحت في الشيء اللي أنت ناوي تبدأ فيه. فإنك تكون تمر في تجارب وترفع المخاطرة عندك عادي، جرب ويعني خذ كل على راسك ما في أي مشكلة. لا لا. إنك اكتشف نفسك. أنا المقصد بالمخاطرة إن أو تقليل المخاطرة، إحنا طبعا متفقين big risk big profit، بس الفكرة يعني أو بمعنى مخاطرة كبيرة يعني ربح عالي، ولكن اللي أقصده بتقليل المخاطرة يعني في كل الدراسات لما تبغى تبدأ بزنس خاص فيك، أوكي أنا أعرف الآن المخاطرة اللي عندي، لكن أنا حاحاول أن أعمل كل الأشياء وأسخر المعطيات قدر المستطاع بحيث أني أقلل نسبة المخاطرة فشل هذا المشروع. يعني هذا هو المقصد من تقليل المخاطرة، وإحنا كيف بنحاول أن نقلل هذه المخاطرة. نعم. ولكن فعلا زي ما ذكرتي في الأخير لا تخاف من قد إيش المخاطرة ممكن تكون كبيرة وما تستطيع مثلا أنك تقللها، عادي. أحيانا يعني مهما عملت من تخطيط، مهما عملت من دراسات، مهما عملت من تسخير للمعطيات، مهما حاولت، في الأخير المنطقة أو الحتة هذه اللي أنت لابد أنك تقفز، اللي هي على قولهم الليب اوف فيث أو قفزة الإيمان بنفسك. أنت هل تستطيع أنك تقفز ولا لا؟ أحيانا الموضوع مش مسألة تخطيط، مش مسألة أيا كان، المسألة في الأخير إنك آمن كفاية بالكل اللي أنت عملته وقفز. صح. وكمان مو كل أحد، مو كل شخص، يعني في ناس تلاقي عنده الجهد والشغف إنه هو يبغى يبدأ وكذا. صحيح. لكن ما هو في مجاله. صحيح. أستاذ رغد، هذا تخيل إن لو إنه استمر في الفكرة اللي هو بدأ فيها. نعم. ما أكيد رح يفشل لأنه هو ما اختار الشيء المناسب له. صحيح. صحيح. أستاذ رغد يعطيكي ألف ألف عافية، وصلنا لنهاية برنامج كلام بزنس، كانت فعلا حلقة مميزة وجميلة جدا، أشكرك على روحك العالية وعلى فكرك الجميل جدا اللي شاركتينا إياه في هذه الحلقة. الله يسلمك، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا. أعزائي المستمعين، كان معايا اليوم في كلام بزنس الأستاذ رغد الشريف، رائدة الأعمال المميزة جدا، وكنت معكم أنا محمد شمس الدين. لقائنا الأسبوع القادم في كلام بزنس بنفس الموعد يوم الثلاثاء من الساعة 12 إلى 1 ظهرا. أترككم الآن وألقاكم لاحقا في أمان الله، وأترككم مع أستاذي عادل بارباع في موجز الأخبار. نلقاكم على خير.